فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. نعم. قال: ثم هذا النظر، النظر منه في جنسه، يوجب نقصه وخروجه عن هذا الفضل فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. نعم، إذا افتخر الإنسان بنفسه فهذا يدل على نقصه، وهو يظن أن هذا يدل على كماله، بل هو يدل على نقصه ونقص عقله. فإن العاقل لا يفتخر على الناس ويستطيل على الناس، وإن كان قد فضله الله بشيء فإن واجبه أن يشكر الله وأن يتواضع.